لك ايش؟ اختار الضمير الوصل المناسب، واسمح لي كيف بدنا نضمن علاماتها ونحطهم بجبتنا الصغيره. بسم الله. متى بختار الهو؟ اذا كان قبلها شخص عاقل. شو يعني عاقل؟ يعني انسان. اذا الهو متى بختارها؟ اذا قبلها انسان. متى بختار الويتش؟ بكون حل اذا قبلها غير عاقل. هسه رح تصرم فيه تقول لي غير عاقل يعني جماد نبات، احنا مش نلعب جماد جماد. بقول لك تعال، الغير عاقل يعني اشي مش انسان، شو ماله؟ يعني مو انسان. الوين متى بختارها؟ اذا كان معطيني مكان، والوين للزمان او الوقت. شوف ركز بالهوز، اذا قبلها عاقل او غير عاقل، وبعديها اسم ملك لهذا الشخص العاقل. تعال نيجي على الامثله. شو بعطيني هون؟ مان شخص عاقل، شو اخذت؟ هو. بوك كتاب، غير عاقل مش انسان، شو اخذت؟ ويتش. سيتي اسم مدينه، مكان شو باخذ؟ وير. يير سني يعني زمان يعني وقت، شو اخذت؟ وين. شوف هاي، مان رجل عاقل، شو بعديها؟ كار. هل السياره بتزبط ملك هذا الشخص؟ اه بزبط، معناته شو الحل؟ هوز. قبل ما نحل امثله نعيدهم، اذا كان معطيني عاقل او انسان الحل هو، اذا معطيني غير عاقل يعني مو انسان الحل ويتش، اذا معطيني مكان الحل وير، اذا معطيني زمان او وقت الحل وين، واخر إشي اذا اعطاني هوز عاقل غير عاقل، بعديها اسم ملك لهذا الشخص العاقل. تمام همام؟ تمام.